إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر هنا من مدينة النافور، وتصبح الخير عليكم، صباحكم مبروك وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله يا رب. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة والسلامة إن شاء الله يا رب. إذا متتبعينا، شنو رأيكم مافيا ديال العقار اللي كيستغلوا بعض الناس، كيستغلوا الجهل ديالهم وكيستغلوا الأمية ديالهم باش ينصبوا عليهم في الأراضي وفي عدة أشياء. هادو مافيا ديال العقار، فين ما لقيتي كاينة هاد المافيا ديال العقار، فين ما مشيتي كاينة هاد المافيا ديال العقار اللي كيستغلوا الجهل ديال بعض فقراء مساكن، الأمية ديال بعض الناس مساكن لله حسن عوانهم، كيطمعوهم كما كنقولوا واحد المبلغ اللي صغير، وكيبيعوهم الأراضي ديالهم. يعني هادو مافيا ديال العقار معروفين، مافيا ديال العقار راه معروفين لا رحمة ولا شفقة قلبهم، بزاف ديال الناس لمن داروها، بزاف ديال الناس بحال داكشي كيديروا ليهم بحال داكشي ديال السماوي، شي واحد بغى يدير لك السماوي هكا دايرين بعض مافيا ديال العقار، وكيمشيو غير عند الناس اللي هما ضعاف، كيمشيو غير عند الضعفاء والفقراء، الناس اللي مساكن اللي ما قاريينش، اللي كيبداو يطمعوا واحد المبلغ اللي هو صغير صغير جدا، كتفوت واحد المدة هذاك مول الارض كيقول اش درت انايا، راه بعت الارض كدير قدا وانا بعتها بقدا، كدير قدا وبعتها بواحد الثمن رخيص. هادو اللي كنهضروا عليهم متتبعينا، مافيا ديال العقار. اللي كيستغلوا الجهل ديال بعض الناس فقراء، كيستغلوا الأمية ديالهم كينصبوا عليهم. هاد الناس هادو ما كيخافوا لا الله ولا حتى شي حد، كتمشي عندو كتقول ليه اش درتي، راه حشومة عليك، راه استغليتي الجهل ديال هاد الناس هادو، استغليتيهم حشومة عليك، اش درت اش كدير، وهو كيقول لك انا شريت وعندي الوريقات ديالي وبمسائلي قانونية. هادشي باش كيغلبك وهادشي باش كيجاوبك. طبعا هاد المافيا ديال العقار متتبعينا راه فين ما مشيتي راه كاين، بالاخص في النابور وفي المدن اللي هي اقتصادية، الدار البيضاء، في الحسيمة، النابور، في اي مكان، في اي مكان الظاهرة هذه ديال المافيا ديال العقار ولات منتشرة مؤخرا في عدة اماكن، في عدة مدن، كيمشيو وكيعرفوا عند من كيمشيو، وكيعرفوا شكون اللي كيستغلوا، كيعرفوا كما كنقولوا كيعرفوا فين كيمشيو ويضربوا الضربه ديالهم. كما كنقولوا كيستغلوا فقراء، كيستغلوا الناس مساكن اللي ما قاريينش، يقول لي انا غندير لك، انا غنفعل لك، انا غندير لك، راه بيع ليا، راه غادي نعطيك واحد الارض الهيرة، غادي نعطيك بارتما، راه هادي هادي، وهذاك مسكين على نيتو، هذاك مسكين اللي باغي يبيع على نيتو بانه راه فعلا راه غادي يعطيه وغادي يعاونو وغادي يعطيه بارتما،
من اللي كيتمكن، من اللي كما كنقولوا كيتمسكن حتى كيتمكن، ومن اللي كيتمكن كيشري الارض واحد المبلغ اللي هو هزيل جدا. صافي ما كيعقلش، ما كيعقل على حتى شي واحد، وما كيعقلاش، ما كيعقلش، ما كيعقلش، ما كيعقلو حتى شي على حتى شي واحد، بالخصوص هاد المافيا ديال العقار. حتى الا مشيتي ترجع الارض ديالك، بغيتي ترجعها، كيقول لك اعطي لي 4 المليون او 3 المليون او 2 المليون. انت الا بعتيها لي مثلا ب 1000 درهم او لا ب 800 درهم او لا ب 500 درهم، هو كيبدا يبان عليك، كيقول لك عطي لي 4 المليون، راه الارض دابا كدير 4 المليون، وكيبدا يبتز فيك ويضحك عليك، يعني دارها بك. كاين اللي كيزور الاراضي، كاين اللي كيزور الوريقات، بزاف 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 ديال الحيلات اللي كيديروا هاد المافيا ديال العقار. داكشي اللي كتصورو ما كتصوروش في عقلك، راه كيديروه بعض الناس ديال المافيا ديال العقار. كنقولوا لهاد المافيا ديال العقار شوفوا شويه في الضعيف وشوفوا في الله، راه الحياه قصيره والعمر قصير، راه الموت كاينه. على صافي انت يا ضحكتي على المسكين على داك الفلاح، ولا ضحكتي على داك الضعيف واستغليتي الجهل ديالو، واستغليتي بانه ما قاريش وما كيعرفش وما فاهمش، صافي قضيتي معاه وشريتي، لا قضيتي معاه الغرض وشريتي الارض يعني بواحد المبلغ اللي هو هزيل جدا، صافي بانك راك غلبتيه، صافي بانك راك غلبتيه. انت ما عارفش بانه العمر راه قصير، والله راه كيشوف فينا وكيشوف كل واحد فينا. والله يهدي ما خلقتش اللي غادي نقولو لبعض المافيا ديال العقار، ما كيعرفو لا الله، ما كيعرفو حتى شي واحد، حتى كيمرض أولا كيقيس شي مرض خبيث، ديك الساعة تلقاه كيجري عند الجامع، أولا تلقاه شاد الدار وشاد القرآن، وكيبدا غير الله 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 ديالي، الله 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 الله. ديك الساعة ملي كنتي كتنصب على عباد الله، وكنتي كتدي ليهم الأراضي ديالهم، وكتستغل الجهل ديالهم، وكتعدى على عباد الله، وكتعدى على الفقراء، وكتمشي كتشري عليهم الأراضي بواحد الثمن اللي هو هزيل جدا، كتضحك عليهم، ما كنتيش كتشوف في الله، ما كنتيش كتشوف في الله، ما كنتيش، علاش ما كنتيش كتشوف كتمشي للجامع، علاش ما كنتيش كتشوف في الله ديك الساعة؟ أو لا حتى كنمرضوا، أو كيجينا شي مرض الله يحفظ الله يستر خبيث، ديك الساعات كنبداو نفكروا في الله، ديك الساعات كنبداو نصلي ونقراو القرآن. لا حيلة مع الله سبحانه وتعالى. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي، وصلنا لنهاية هذا البث المباشر هنا من مدينة الناظور. إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.